ظهرت الممثلة التونسية دارين حداد على السجادة الحمراء في 7 أيام مهرجان الجونة مصطحبة معها كلبها، وخطفت حداد الأنظار بفستان قصير وهي تحتضن كلبها لتتركه بعده على السجادة ليلتقط له المصورون بعض صور وحيدة. من ناحية أخرى، عبرت الممثلة والمخرجة وئام مجدي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي عن حزنها الشديد إذ نشرت صورة يظهر فيها الكلب وعلقت عليها قائلة: الكلب راح المهرجان وأنا لا، يا حزنك يا وئام. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي تستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.